بالنسبة للشهر المبارك رمضان إن شاء الله، بالنسبة للناس المصابين بالحساسية كاين بعض الأدوية اللي ياخذهم في الليل، وكاين واحد الرشاشات النيف يقدر يديرها، ما يديرهاش بالنهار، يديرها غير بعد الفطر. وبالنسبة للناس اللي عندهم الربو، داك البخاخ يقدر يديرو واخا صايم، دونك ما عندوش تأثير، لأنه داك البخاخ كيمشي للرئة ما كيمشيش للمعدة وماشي مأكولة، دونك يقدر يدير داك البخاخ واخا صايم. باش الإنسان يحيد التدخين، اللي كيكون مدخن خصو يكون أول عنده تطوع، عنده لا فولونتي، اللي عنده لا فولونتي يقدر نعاونوه باش يحيد داك التدخين. إلا ما كانش عنده عندي اون فولونتي ما يمكنش يحيدو، ولكن خاص تكون عندو لا فولونتي، وكنحاولو نعطيو الادوية اللي كتعاونو باش يحيد هداك، لانه التدخين عنده خطير بالنسبة للجسم، لانه كيعطي واحد المرض اللي كتسمى لا برونكوباتي كرونيك اوبستركتيف، يعني واهل ليه للتنفس ديالو، كيأثر عليه على التنفس ديالو، عاد الامراض الاخرى كالامراض الرئوية الله يحفظ، كاين امراض ديال التنفس، كاين امراض ديال القلب. دونك السجائر خص تكون عنده لا فولونتي، الا ما كانش عنده لا فولونتي ما يمكنش لك، دونك لا فولونتي، وكنعاونو مع الادويه ونحاولوا معاه باش يحيد السجائر.